النهارده قناة رياضية طلبت مني أعمل فيديو عن المنافسة بين الأهلي والزمالك، بس بصراحة ما بقتش فاهم أعمل إيه يعني. اللي هو منافسة إزاي؟ أنا قلت أقترح عليهم نعمل فيديو لجماهير الزمالك وإحنا بنطبطب عليهم فيه. أو نبعت لهم فلوس، أكل، إسعافات أولية، منوم، أدوية ضغط، سكر، قولون عصبي، تساقط الشعر، أصل حرام يعني الزملكاوية هيلاقوها منين ولا منين؟ هتكون يعني من التحية التاريخية اللي أخدها باسم مرسي؟ ولا هيكون من راعي الأخلاق والفضيلة؟ أقسم بالله أجيبك ولا من لعيبة الزمالك الجامدين الرجالة اللي تحسهم من كتر حماسهم منتشرين في كل سنتي في الملعب. فعموما يعني المنافسة بين الأهلي والزمالك ما فيهاش أي عدل، بص حتى على منظر الأهلاوي كده تلاقيه على طول فرحان ومستريح نفسيا، أما جمهور الزمالك يا عيني فحتى في الخسارة مقسوم نصين، النص الأولاني يقول لك الأبيض قادم والنص التاني يقول لك سنظل أوفياء، بنبقى ساعتها مش فاهمين يعني هو الأبيض قادم ولا هتنظل أوفياء ولا عشان بس عندنا مشوار هيتأخر مثلا ولا إيه بالظبط. الزمالك قادم!